لما بلغ العميد عيسى بن ناصير 50 وكان قد أمضى زهرة شبابه في خدمة الأمن الوطني، تم تعيينه في العام 2000 على رأس مصلحة الشرطة القضائية بسلا. كان ذلك تتويجا لمسار مهني حافل. ذات مرة بينما كان في إحدى المهمات أصيب بنوبة قلبية، نقل على عجل إلى المستشفى حيث حصل على الإسعافات الضرورية. على مدى 3 أيام ظل في شبه غيبوبة، لم يستعد وعيه كاملا سوى في اليوم الرابع، وقد استنتج الأطباء أن ما أصابه كان من جراء الإرهاق الذي يعاني منه والإجهاد الذي لا يطيقه من هو في مثل سنه. نصحه الأطباء بضرورة التخفيف من وتيرة عمله وبأن يخصص أسبوعيا 2 يومين كاملين للراحة ومزاولة بعض الأنشطة الرياضية. كان له أن يختار بين المشي وممارسة الصيد، ولما كان الصيد هواية قديمة له فقد اختارها ولم يكن قد تخلى عنها إلا تحت ضغط العمل. بعد أن غادر المستشفى ومالت حالته الصحية إلى التحسن، اشترى العميد عيسى أدوات الصيد، ترقب حلول يوم السبت واصطحب معه ابنه الأصغر هشام إلى شاطئ سيدي موسى الدكالي بسلا. أخذ ما يكفيهما من طعام وماء. في ذلك الصباح حيث لا صوت سوى هدير الموج وصيحات النوارس، انتابه إحساس غريب، ها هو يعيد صلته بالبحر وبالصنارة. انهمك في الصيد، لم يحس بمرور الوقت إلا حين ارتفع صوت المؤذن من الجامع الأعظم مناديا إلى صلاة الظهر. وقتها فقط تفقد ولده هشام، لم يره بالقرب منه، صار يناديه بأعلى صوته، لا من مجيب. جال ببصره في كل ما يحيط به، لا أثر للصبي. صعد إلى أعلى صخرة تراءى له على بعد نحو 100 متر عند أسفل صخرة، كان معه طفل آخر، كان يلعبان. الآن فقط اطمأن. نزل من الصخرة ومضى نحوه، أراد أن يوبخ ولده لأنه ابتعد عنه دون أن يخبره. رد الفتى بأن انتظاره طال دون أن يحصل ولو على سمكة واحدة. لاحظ العميد أن الطفلين كانا يلهوان حول حفرة بها أسماك صغيرة، وقد تمكنا من الإمساك بعدد منها. وبينما كان العميد يحاول إجبار ابنه على البقاء بجانبه، ظهر من وراء صخرة مجاورة شيخ كث اللحية رث الثياب. أبلغ العميد بأن الطفل الآخر هو ابنه وأن لا خوف عليهما، فالمكان آمن وبعيد عن حافة البحر. تناول العميد وولده وجبة الغذاء وتقاسماها مع الطفل، وقد علم أن اسمه مروان. في ذلك اليوم كان العميد محظوظا، لما أذنت الشمس بالمغيب عاد إلى منزله وقد ملأ سلته بما اصطاده من سمك. كان ولده هشام قد علم أن والده سيعود إلى الشاطئ في الغد، ولذلك ضرب موعدا هناك لصديقه الجديد. في الصباح استيقظ هشام باكرا، أعد معدات الصيد وأضاف إليها كيسا وضع فيه بعض الملابس والأحذية. لما سأله والده عن ذلك أخبره أن الطفل مروان الذي يعيش مع ذلك الشيخ في شاطئ سيدي موسى الدكالي يتيم الأبوين، وأن الشيخ إنما تكفل برعايته. لم يأتي هشام بمعلومات أخرى، وقد سر العميد عيسى لما قام به ولده، ثم انطلق إلى الشاطئ. لما حان وقت الغذاء دعا العميد عيسى الشيخ والطفل مروان وتقاسم معهما الطعام الذي أحضره من المنزل. لاحظ أن الطفل يأكل بطريقة تشي بأنه لم يأكل منذ فترة، بينما لم يأكل الشيخ إلا القليل وظل صامتا طوال الوقت. كان الطفل يتمتع بحيوية ونشاط وكان يبين عن فطنة. سأله العميد عن علاقته بالشيخ، قال إنه لما توفي والداه تباعا اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة، كان ذلك منذ ما يقرب من سنة، لأن أقرباءه من جهة أبيه أهملوه، وإنه لما صار يتسكع في الشوارع التقى بالشيخ الذي آواه في المغارة التي يعيش فيها في الشاطئ الصخري. بدا للعميد أن وراء الأمر سرا، وخشي أن يكون الطفل ضحية لممارسات ومعاملات سيئة.
تظاهر بالإعجاب، ولذلك طلب أن يسمح له بمعاينة المغارة التي يعيش فيها الشيخ والطفل. قال إنه يريد أن يعرف المكان، فربما قدم لهما مساعدة يوما ما. لما وصل عاين من باب المغارة البؤس الذي يعيشان فيه. كان يفترشان قطع ورق مقوى. كانت في المغارة أيضا بعض الأغطية البالية، ولا شيء غير ذلك. أثار ذلك الحال الفضول والكثير من التساؤلات في نفس العميد. علم أن الشيخ تبنى الصبي منذ بضعة أشهر، ويحاول قدر المستطاع أن يخفف من وقع اليتم على نفسه. قال له الشيخ إنه يقوم من حين لآخر بأعمال تدر عليه بعض المال وتتيح له تأمين حياة بسيطة. نصح العميد الشيخ بأن يعيد الصبي إلى المدرسة، ولكن الشيخ رد أن ليس في وسعه ذلك، لأنه ولا الطفل يتوفران على الحالة المدنية. قال إنه لا يرى فائدة في التوفر على كناش الحالة المدنية. قال له العميد إنها الوثيقة الأولى لإثبات الهوية. صمت الشيخ قليلا ثم قال: ما الذي أفعله بوثيقة الهوية؟ إنني في غنى عنها. إذ ذاك سأله العميد عمن يكون. قال الشيخ ذو اللحية البيضاء: ينادونني بسلام. بسلام لا أقل ولا أكثر. هل لديك بطاقة تعريف؟ سأل العميد. لا. لماذا؟ لأنني ميت. كيف تدعي أنك ميت وأنا أراك أمامي حيا ترزق؟ صمت الشيخ قليلا ثم قال: ما تراه يا سيدي ليس سوى الجسد، أما الروح فقد عرجت إلى السماء. بدا للعميد عيسى بن نصير أن حكاية الشيخ ربما تخفي لغزا يتعين فكه. زادت مخاوفه على حياة الطفل مروان. لقد نشأت بينه وابنه هشام علاقة صداقة. قال للشيخ: سأخذ الطفل إلى دار لرعاية الأيتام ما دمت لست من أقاربه. قال الشيخ: إذا أخذته مني فسوف تقضي على ما بقي لدي من أمل في الحياة، إنني لا أعيش الآن إلا من أجله. يمكنك أن تبقى على اتصال به في دار الرعاية. لا 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 أستطيع ذلك، وهذا الطفل لن يغادر هذا المكان، أنا أبوه وأنا جده وأنا أهله. هذا مستحيل، وبالمناسبة أخبرك بأنني عميد للشرطة ولن أتأخر في اللجوء إلى استعمال القوة إن أنت حاولت الاعتراض. إذا كان الأمر كما تقول فخذني إلى السجن حتى أستريح مما أعانيه. لماذا تريد أن تذهب إلى السجن وأنت لم تقترف جريمة؟ بلى، لقد قتلت اثنين ولجأت إلى هذا المكان حيث أختبئ. قتلت اثنين؟ بدا العميد وقد فاجأه ما باح به الشيخ. متى وكيف وأين؟ صمت الشيخ قليلا ثم قال: قتلت زوجتي وعشيقها. أين؟ في دوار المنصورية بأحد أولاد جلول قرب علال تازي. صار الشيخ ذو اللحية البيضاء موضع شكنا الآن. أخرج العميد هاتفه المحمول واتصل بالمفوضية وطلب حضور سيارة شرطة. كان الشيخ ينصت دون أي انفعال. بدا وقد استراح من عبء سر لم تعد تسعه أعماقه. في الطريق إلى المفوضية كان الطفل يبكي يريد أن يبقى مع الشيخ، وما كاد يهدأ روع الطفل حتى فاجأ الشيخ العميد مرة أخرى. سيدي العميد، أرجوك قبل أن تسوقني إلى السجن أن تأخذني عند الحلاق حتى أتخلص من هذه اللحية، وأرجوك أن تتصدق علي بملابس نظيفة، لأنني أريد أن أتخلص من هذا الشخص الذي أتقمصه وأعود إلى حالتي السابقة من أجل هذا الصبي. ونظر إلى هشام. لما وصل الركب إلى المفوضية أمر العميد بأن تلبى طلبات الشيخ. بعد ساعتين كان رجلا آخر، كان يبدو أصغر سنا. لما جلس أمام العميد بدأ اعترافاته. قال إن اسمه عبد السلام بن منصور، وإنه ينحدر من أسرة محترمة هي أسرة المقدم بوسلهام بن جلول بن منصور. قال إنه ورث عن والده ضيعة من 70 هكتارا كان يستغلها مع أخيه. كان من كبار منتجي الشمندر وقصب السكر، بل إنه صار أمينا عاما لنقابة منتجي قصب السكر. كان العميد عيسى ينصت إليه دون أن يقاطعه.
قال إنه تعرف على زوجته في معمل سكر حيث كانت تعمل، وأنجب منها طفلا توفي نتيجة تناوله دواء مخصصا للكبار. منذ ذلك الحين، أضاف، تدهورت علاقتنا، ثم لاحقا اكتشفت أن لها خليلا كان شابا التحق حديثا بمعمل سكر. صارت سيرتي على كل الألسن، وكان ذلك يذكي في نفسي رغبة في الانتقام. وذات مرة أوهمتها بأنني مسافر إلى الجديدة، بقيت أراقب من بعيد. جاء عشيقها وأخذها، تبعتهما، ذهب إلى الضيعة. هناك، قال عبد السلام، دخل منزلا تقليديا كنت قد بنيته، ولما أيقنت أنهما في الداخل أتيت ببرميل من البنزين وسكبت ما به حول المنزل المشيد من الطوب والتبن، ثم أضرمت النار. كان يصرخان، حاول الخروج، ولكن الباب والنوافذ كانت مقفلة بإحكام. بعد ذلك هربت إلى أن استقر بي المقام في شاطئ سيدي موسى. بموازاة مع الاستماع لأقوال عبد السلام أو باسلام، كانت التحريات تتواصل، أثبتت أنه فعلا من تلك العائلة الميسورة، كما أكدت التحريات أن زوجته وعشيقها نجيا من الحريق إذ أغاثهما المزارعون، بينما كان هو يحسب أنه قتلهما. حرر العميد عيسى المحضر، وتم تقديم عبد السلام بالمنصور إلى النيابة العامة التي لم تجد ما يتيح توجيه التهمة إلى الرجل، فأخلي سبيله. وقد أشار عليه العميد بأن يتقدم بطلب رسمي لكفالة هشام.